سلام عليكم. عليكم السلام. معايا عرض هايل، تشتروا برفان رجالي وعليه عرض هايل جدا. وانت اسمك ايه؟ طيب معايا عرض تاني، تشتروا مكانتين حلاقه وعليه مولعه هديه. مش ترد على السؤال الاول يا جميل؟ شكلكم كده مش عايزين تشاركوا. شكرا. راح فين؟ احترم نفسك بدل ما اخلي القهوه كلها تتفرج عليك. طب احترم نفسي ازاي؟ تحترم نفسك كده. غوري غوري بتاعتك القرف. ايه الروقان والدلع اللي انت فيه ده؟ فينك يا عم رامي تيجي تشوف؟ بقولك ايه، ما تجيبيليش سيرته بقى، انا مش عايزه اتجوزه خلاص. لا يا شيخ، امال ايه مود النحنحه اللي انت فيه؟ ما بيسالش فيا خالص يا كاميليا. يا عيني معلش. خدتي الدواء؟ لا. ليه كده؟ مش عايزه اخد الدواء، انا خلاص زهقت. وبعدين في الاخر انا عرفت ان اللي عندي ده عمري ما هخف منه، ملوش اصلا علاج. انا بس محمله بابا عبء على الفاضي. اولا انت مش محمله بابا عبء، ثانيا طالما مش هنخف يبقى نصاحبه، يبقى الدواء بتاعنا كل يوم لازم هو يطمن علينا واحنا نطمن عليه. كاميليا بقول لك ايه، سيبيني بقى عشان خاطري، مش عايزه اخد دواء. انا كيفه ان انا اترهب من وابعد عن كل الناس؟ كنت عملت كده وخلصت. بقى بالذمه ده اسمه كلام؟ لما الجمال ده كله يترهب ويبعد عن الناس، امال مين اللي هيحب ويتجوز ويملى الدنيا كلها عيال؟ انا بجد خايفه، انت مش فاهمه انا خايفه قد ايه. خايفه اخلف عيال زيي، والله كل يوم بخاف انزل تجيلي الحاله وانا في الشارع. ما هو عشان ما تجيلناش الحاله واحنا في الشارع يبقى لازم ناخد الدواء. كاميليا انا بجد زهقت، انت مش فاهمه انا حاسه بايه. انا حاسه ان كل يوم في مليون واحد بيصرخ في دماغي طول الوقت. انا مش عارفه انا عملت ايه عشان يحصل لي كل ده، انا بجد ما اعرفش. طيب ده مين جاي الساعات؟ هتكسر الباب. قلت طيب ايه يا ولد؟ هتكسر الباب في يا اما؟ كنت فين؟ بقالي ساعه بخبط على الباب. هكون فين يعني؟ قاعدة متهببة مستنية المعدول. المعدول ده بقى اللي هو انا؟ يا اخي انت كدك واكسة اللي عمرك ما فرحتني، على طول ايد ورا وايد قدام فاضية، عمرك ما جبت لي حاجة. نفسي احس اني مخلفة راجل. ايه؟ ايه ده يا سيدة؟ ولا في ايه؟ انا مناخيري ما تكدبش ابدا، انا شامم ريحة كباب وكفتة في البيت ده. ايوه ولا الجيران، الجيران من الصبح مش راحمين حد، مش عاملين حساب الناس. جيران علي انا برضه يا سيده. اه جيران اقطع دراعي المكان الكباب والكفته في البيت ده. يعني انت كنت هتبات عند عادل؟ ايه اللي جابك؟ عادل مين والناس نايمين يا حاجه؟ انت مش قلت هتبات عند عادل؟ انت مخبيه كباب هنا. انت بتعمل ايه؟ بدور على الكباب والكفته يا حاجه. اهو بتشتغلين هنا يا سيده؟ الكباب والكفته هم بتخبى على ابنك صباعين كفته وحته لحمه ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. طول عمري اقول الشقه دي مسكونه، احنا لازم نعزل. مسكونه مسكونه، شوفي طالما اللي ساكن البيت ده حاتي يبقى مفيش مشكله عادي. انت بتعمل ايه؟ باكل جعان. طب ده عشا النهارده وغدا بكره. طب اقعدي بس عشان عايزك موضوع مهم. اقعدي. أنا مسافر. مسافر يا أخويا والقلب داعي لك. كده أهو؟ من غير ما تقولي لي راح فين داهية؟ رايح فين داهية؟ راح إيطاليا. هما طالبين بقر هناك؟ يما أنا بتكلم بجد مش بهزر. هتسافر إزاي يعني؟ اتفقت مع بلح. بلح النصاب؟ وده هتصدقه ده؟ ده كذاب ونصاب يا ولد. أعمل إيه يما؟ لكن لازم اشوف لي سكه اخرج بيها من الفقر اللي انا فيه ده. طب ما تسيبك من كاميليا بنت سميه الفقريه واتجوز بنت زينب اللي بتلعب بالفلوس لعب.
هي مش كميلة دي تبقى بنت اخوكي برضه ولا انا غلطان؟ لا، بنت سمية الفقرية اللي جايبه لنا الفقر، ربنا ياخدها زيادة ما هو واخدها. الله، زعلان عليها قوي. طب انت عارف ان كاميليا دي شؤم؟ بعد ما اتجوزت بسنة جوزها مات ومدفون في مقابر الصدقة، يعني لو كنت اتجوزتها انت كان زمانك مدفون مكانه. بقولك يا امه، فكك بقى من الكلام ده، انا بجد مسافر وقلت اقولك عشان يبقى عندك علم. يا ابني يا ابني استهدى بالله واقعد، وبكره ربنا هيفرجها، بس قول يا رب. ما انا عمال اقول يا رب طول عمري، عمال اقول يا رب مفيش حاجه بتحصل. اهو ما صدقت ربنا سمع مني وهسافر ان شاء الله. وهتدفع فلوس بلح منين؟ ده بياخد فلوس قد كده على قلبه. عدل ادفع لي، وبعد كده انا ابقى ادفع له من فلوس الشغل هناك. اتلب المتعوز على خايب الراجه، وعدل هيدفع لك ويدفع له منين يا خايب؟ هنتصرف يا امه هنتصرف. طب يلا قوم. قوم روح فين؟ بس خلاص كده قوم. ايه هو ده اللي خلاص؟ انا لسه مش بعتش. لا يلا يا واد، ده لسه بكره. لا احنا في النهارده مش في بكره. الله، هو انت واكل وحدك؟ طب خدي كلي معايا، حلوه جميله تعجبك. حلوه. بقول لك يا ابو عزيز، اتقدم في الشقه بتاعت الاسكان الاجتماعي دي اللي منزلها عندنا في الوزاره، يمكن القرعه تجيلك وتاخد شقه اخد بالقسط على 20 سنه. ده بقى حد ضمن عمري عشان حكايه القسط ده. عندكم بنات بجهزهم دلوقتي، عايزه تتشاور، عايزه تجهز عالم. ما انا بقول لك عشان البنات، يمكن الشقه دي تطلع نصيب بنت مش سبع بنات اللي عندك. انا عندي سته بس. انت هتغلط. لا لا، سته مع ايتي معيشه مع امها وجوز امها دلوقتي، بس لا امورها معاها. بقيت مديره كبيره. يا الله، دي الكلب دي بقالي سنتين ما شفتهاش. لا، وما هي اللي مهوياها؟ هي اللي محرجة عليها انها تجيلك او تتصل بيك. لا يا اخي، مش عارف كده، حظوظة برضه، مش عارف والله. لا طوعك والله، طوع قلبي. لا تطوعنا انا طبعا. البنات بيشتاقوا لابوها، والبت مهما بعدت بتحن لحضن ابوها. اسمع مني انا، يعني انت رايك ان انا اللي اروح اشوفها؟ طبعا يا اخي. الله، بنتك ومن حقك تشوفها، مش كفايه سبتها لها؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انت المفروض الست دي ما كنتش تتجوزها من الاساس. مالي، كل شيء نصيب يا اخي، بعرف الفات نقصان العقل. وبعدين هي خلاص اختارت وسعيده في حياتها وراضيه، الحمد لله على كده. انت ما عندكش حد غلطان خالص؟ ماشي ماشي، اعمل اللي يعجبك يا ابو عزيز. انا هصلح فيك ايه؟ ما خلاص. انا هقوم دلوقتي اروح اشوف البنت. استنى بس، شوف دلوقتي. صلي على النبي، صلي. هموت واشوف يا بخت منظاره، صلي. واتملى بنور جماله، صلي. ازيك يا كريم يا ابن الكريم؟ ازيك يا خليله، عامله ايه؟ نحمد ربنا، خد السبحه دي. يا خليله، ده انا بقى عندي دكانك سبح في البيت. بس دي مش اي سبح، دي من مكة. تاخدها تسبح للي خلقك وتصلي على نبيك اللي يشفع لك. عليه الصلاة والسلام. شكرا، كتر خيرك، خد سبح. لا متشكرين يا سيدي. النبي ما هتورد على جنة. انا اللي مش هورد على جنة؟ والله انت لا هتوردي على جنة ولا على نار اصلا. اكبر بخاطر. اكبر بخاطر مين؟ صدق في الاخر هتطلع الست دي اغنى مني ومنك. روح يا عزيز، شوف هتعمل ايه. يلا روح روح، اتكل على الله. يلا سلام عليكم. مع الف سلامة يا سيدي. احمد، عارف ايه؟ اخد بعضك كده ورايح على فين؟ لا ده انا رايح مشوار صغير لغايه اول الشارع كده وراجع على طول. انا سمعت انك اليومين دول لازق عند بلح، ايه الحكايه؟ ما انا لا بنقعد عنده، يعني بنقضي واجب، يعني بنقضي وقت. احمد اخر قعدت كنا ناوي تخلع، انت شايف اللي بيموتوا في عرض البحر. لا خلي بحر ايه، واخلع ايه، مفيش كلام من ده. على كل حال انا كلمت لك المدير عندي في الشغل. لا خير، الله يخليك، لا مدير ولا احزنون. لا انا مش عايز اشتغل في وظيفه حكوميه، انت عارف خلي الوظيفه الحكوميه دي يعني عامله زي المقبره، انا لو دخلتها من هنا مش هخرج منها. انا ما اقصدش حاجه خالص، انا اسف، انا بس عايز اقول يعني ان انا مش عايز اضيع عمري في مصلحه حكوميه. ده يقول لي
اعمل كده وده يقول لي ما تعملش كده واخر الشهر اخد لي ملاليم لا ياكلوني ولا يكسوني ولا انا غلطان يا خالي؟ لا لك حق لك حق. انا اسف يا خالي ما اقصدش. لا لا حبيبي لا لا مفيش حاجه مفيش حاجه مش خالي مش هسامحك. شكرا شكرا يا ابو حميد. ايه يا بنتي هتفضلي قاعده كده قدام المرايه لحد امتى؟ وانت ايه اللي مضايقك يا منى؟ خايفه عليكي تتجنني مخك يتلحس. لا يا حبيبتي ما تخافيش عليا، اللي بيتجنن ده اللي ما بيعرفش يبص للمرايه، انما بقى يا بخت اللي مرايته بتحبه. تصدقي انك بايخه وقلت الذوق. بقول لك ايه، انا مزاجي عنب ومش طالبه معايا واحده زيك تبوظهولي. ايه مزاجي عنب دي؟ ما تنقي الفاظك. ايه واحده جايه من الشارع؟ بقول لك ايه يا بنت، انت بنت معقده ومستفزه، انا مش عايزه اتكلم معاكي كتير، روحي شوفي حد غيري اتكلمي معاه. خلاص تصدقي بالله ان انا غلطانه، انا جيت لك اصلا. ما تغلطيش تاني. مستفزه الو انا اسفه يا استاذ لؤي على الازعاج، انا بس حبيت اكلمك عشان اشكرك. لا لا تمام، انا هاجي طبعا بكره متقلقش. باي باي. اختك مروه دي هتتهبل من كتر قعدتها قدام المرايه. مالكيش دعوه بيها. هو ايه اللي ماليش دعوه بيها دي؟ واحنا مش اخوات وعايشين في بيت واحد؟ وانا انت عايزه ايه؟ هاتي من الاخر. سيدي بتعمليش الهيصة دي كلها وقلبت الوش دي غير ما تكوني عايزة حاجة. يا بنتي أنا صعبان عليا بس فلوسها اللي عمالة تصرفها في الحاجات اللي بتحطها على وشها. أنا مش معاكي خالص يا كمالية في اللي أنتي بتقوليه ده. ده حقك ولازم تاخديه من حبابي عينيهم. يعني أروح أمسك في خناق الناس؟ خناق ليه؟ هو ده مش حق. والله العظيم أنا مش فاهمة. يعني الله يرحمه كان جوزك ودي شقته وأنتي ليكي حق فيها. يعني إيه المشكلة لما الأمور تتصفى؟ أنا لو منك هقلب الدنيا. ماشي. أنتوا بقى اللي ناسيين إن الشقة دي في بيت عيلة. وانا ما خلفتش، يعني هم ليهم حق فيها. في الاخر بقى اروح امسك في خناق الناس عشان الكم مليم اللي ليا؟ والنبي لو مليم واحد حقك يا كاميليا ولازم تاخديه، ده ايه الهم ده؟ اقول لك على حاجه يا كاميليا، بس ما تزعليش مني. انا هزعل منك ليه بقى ان شاء الله؟ بصراحه انت كده غلطانه اللي اتجوزتيه من الاول. ماشي يا اختي. قولي لي بقى، هو انت يعني كنتي بتحبيه قبل الجواز؟ قصدي قبل الجواز ما حبيتهوش، لكن بعد الجواز تقدري تقولي يعني حبيته بس مش قوي، بس كنت بحترم وعشان كده مش عايزه ازعل اهله. وايه دخل الكره والحب بالحق يا كمالي؟ يعني هو فعلا ممكن الحب يجي بعد الجواز؟ طبعا، زي ما في كتير بيحبوا بعض قبل الجواز وبعد الجواز يكرهوا بعض موت. انا عن نفسي مش هتجوز واحد الا وانا بحبه جدا ولازم اامن نفسي معاه. يعني ايه؟ يعني لازم يعرف ان لو زعلني هيقع دم قلبه وهيروح في 60 ده. يا شيخه تنيلي، هو ده يبقى حب؟ لا دي اسمها حرب. انت يا بنت متعقده من اللي بيحصل لي؟ لا خالص، انت بس صعبانه عليا. صعبانه عليكي ليه يا اختي؟ ما انا كويسه اهو زي الفل. بقولك يا كمال، يعني انت ازاي حبيتيه بعد الجواز؟ يعني هو عمل ايه بالظبط عشان يخليكي تحبيه؟ طب اقوم انا بقى. يلا قومي وافضلي لغي كده، هتتخني وتبقي قد كده. ولا حاجه، كان طيب. يعني هو في حد بيحب حد بس عشان هو طيب يا كاميليا؟ انا من اول يوم حسيت ان هو عارف اني مش راضي عن جوازي بيه. يمكن قال لي ده بشكل غير مباشر، لكن عمره ما قال لي كلمة تضايقني. بالعكس، كل مرة كان بيضمني فيها كنت بشوف في عيني أمل، أمل إني أتغير وأبقى معاه بعقلي وقلبي قبل ما أكون معاه كزوجة.
ايه تاني؟ خليني اتكسف من نفسي من كتر ما كان بيعمل المستحيل عشان يحافظ على البيت اللي بناه. كان بيدافع عني، كان طول الوقت بيفكر فيا وخايف عليا حتى وهو تعبان، لكن عمره كان قصير. بس هي الدنيا كده، دايما بتاخد اللي بنحس بقيمتهم متأخر. ياه، تعرف يا جميلة أنا نفسي أحب أبو. أنت عارفة إن في ناس ما بتعرفش تحب؟ لا فهمتي بقى. هتفهمي يا أختي، مستعجلة كله هيجي على حاجة، ما تقلقيش. في 60 داهية، أنت فاكرني همسك فيك وأقول لك أقعد ما تسيبنيش؟ لا يا أخويا، خدت منك إيه؟ روح، أنت بس قاعد تاكل وتشرب وتربي فلاح. عارف؟ أنا هكسر وراك لا، هكسر وراك زير. يا ريت، يا ريتني كنت جوزتك بنت سمية. كنت انت رحت بدل الواد الغلبان اللي راح حاضر ده. انت عارف يالا حصلت معاش عليا انا بس بدل ما اصرفه على اتنين. هجيب لنفسي اللي انا عايزاه. بكره هنزل اجيب. بكره ليه؟ لا يا اخويا، من دلوقتي هنزل اجيب لي جلابيه واغير عفش البيت كله. انت طالع لابوك كان اناني، سابني لوحدي برضه. مات وسابني لوحدي في الدنيا. يا ودوح يا بدو، اقعد نتعكز على بعض، ما تسيبنيش كده. يما افهميني، حاولي تفهميني، انا متاكد ان كلها شهر واحد وهرجع اخدك على ايطاليا. ايطاليا يما، ايطاليا. تاخد ايه؟ ده اللي بيروح بيرجع، اللي بيروح ما بيرجعش. البحر عالي يا ابني، انت عايزني ابقى زي خليله، ابقى ماشيه مخبوله اشتم في البحر وفي الناس وفي الدنيا. خليله مين يما؟ خليله مين؟ انت عارفه كويس ان انا حاجه وابني خليله حاجه تانية خالص. ابنها كان عايز يعدي برضه، راح ما رجعش. انت طالع لعوض ابوك، كان بيسيبني كده برضو هو عايش. كان يروح اسكندريه ويسيبني هنا، كان يروح يقعد على القهوه يضحك وينبسط مع صحابه ويسيبني انا للهم هنا. يما خلاص ما فيهاش كل تاني، انا مسافر يعني مسافر. استنى يا ولد، ادعي لي بقى بدل التقطيم اللي بتقطمهولي ده. يا ولد استنى، في 60، في 60 سلام. اهم حاجه في الليل تكوني مستفه ورقك، كل حاجه تمام، ولو كنت تمام عشان نخلص على طول. اوكي سامح بيه. اهلا. مش تقول انك هنا؟ زينب اهلا. اهلا، ازيك؟ انت ماشي ولا ايه؟ اه للاسف، لو اعرف ان سيارتك موجوده كنت جيت سلمت عليك. لا انا كمان ماشيه، لو في هيئه ذوق توصلني عربيتي في السياره. اه طبعا، ده شيء يسعدني. يلا. مامي انا بس كنت عايزه اتكلم معاكي. وانا كمان يا روحي، بس عندي مشوار وبيني وبينك ما صدقت الاقي توصيل. باي يا روحي. اتفضلي يا فندم. يلا. مالك يا عم مكلم كده ليه؟ هتبقى حلوة، هتبقى حلوة والله العظيم صدقني. اسمع مني أنا، شغل لنا يا عم أي حاجة كده تصحينا بدل ما احنا نايمين منك كده. يلا يا بابا شد شوية بسرعة، عاوزين نخلص بقى، نخلص من العالم دي. الله. ايوه يا باشا. الله، انت نسيتنا ولا ايه؟ ايوه يا باشا، وصلنا الحمد لله. نعم. اه ساعة زمن ونكون عندك. اوكيشن. سلام. دول ايه دول بقى؟ هو انت فاكره بس ان احنا اللي عايزين نشتغل؟ انت بتفتكري هنشتغل؟ بت انت مش قلتي لي ان انت كلمتي استاذ لؤي امبارح وقال لك ان احنا تمام؟ ايوه بس كان عايز ينزل يقابلني. طب وما نزلتيش قابلتي لي؟ كان زماننا شغالين دلوقتي. ما بحبش انزل قابل حد لوحدي ما اعرفوش. يا مروه كنت كلمتيني كنت نزلت معاكي. ما اعرفش بقى، كنت خايفه يا حنان.
خوف ايه وهبل ايه؟ قولي يا رب بس وهو ان شاء الله هيعدي العمله دي. ان شاء الله. مروه عبد العزيز. انا اتفضلي. جراء متولي، احنا هنقضيها اوالح ولا ايه؟ ما فيش هوفوف كده؟ اخواتك خرمانين يا جدع. هوفوف فعلا الهوفوف، انت في ارض الهوفوف. ادينا اي حاجه كده. خد ايه اتحبست ولا ايه؟ فعلا والله شمني كده ارض الهوفوف فعلا. منكم شويه شاي. امسك امسك امسك. تمام. الله ينور عليك يا متولي. ها بعد اللي انا قلته ده عايزين نرجع؟ ولو رجعت اقول ايه؟ انت لازم ترجع متولي، امك تعبانه قوي ونفسها تشوفك. يا عم انا مرتاح هنا ومبسوط هنا. الست هتموت يا جدع عليك. بيقول لك امك تعبانه وهتموت. امسك. وبعدين احكي لنا بلح عمل معاك ايه؟ بلح حدبني شياطين، جابنا هنا ورمانا لواحد اسمه القبطان. القبطان ده يا سيدي خدنا وقعد يمطوح فينا يمين وشمال، حبسنا، مفيش ميه، مفيش اكل، مفيش شرب. ولا هفف؟ هفف ايه يا جدع؟ بقول لك مفيش ميه وشرب، يبقى فيه هفف. هفف. بس في مننا بقى ناس ماتت، ناس هربت. وانا ما لقيت الناس بتهرب رحت هربان معاهم. لقيت شويه ناس قاعدين، اتعرفت عليهم، عرفت ان هم الكل في الكل واشتغلت معاهم. طب و مش ناوي ترجع؟ ارجع ليه؟ ارجع لامي؟ يا عم انا مبسوط هنا، وبعدين ارجع لامي شايلها همي، مخلفه راجل تسند عليه، اروح انا اللي اسند عليها؟ لا وترجع ليه صحيح؟ ما انت القش بقت معدن اهو، بقت واحد منهم ولابس وتمام وفل الفل. ولا معدن ولا نيله يا عم. اللي انت شغال هنا امتى؟ شغال في التهريب. تهريب ايه يعني؟ مخدرات؟ لا. امال سلاح؟ يا ريت. امال يعني بتهرب ايه؟ كتاكيت؟ احنا اشتغلت ولا ايه؟ ولا اي كتاكيت يا عم. بهرب بني ادمين. بني ادمين؟ لا لا لا، بقول لك ايه؟ الواد ده ابن حلال وشغال تجاره حلال. يا عم يلا بينا من هنا يا عم. ده بس لما فاهم متولي. انت شغال مع مين بالظبط يا متولي؟ بص يا احمد، انا شغال مع ناس تقيله قوي في البلد. تقيله قوي. بكلمه منهم ممكن يخلوا البني ادم ده فوق. وكلمة تانية ممكن يحطوه تحت النار دي. لا يا راجل. أو ربنا. طب بقول لك يا متولي. نسبة الناس التقيلة قوي دول، أنا وأخوك أحمد مالناش في السكة دي، فكنا طالبين منك طلب بس. أقول لك إيه؟ على الفجر كده نكون في مصر في وسط أهالينا يعني. خلصانة. هتروح. مش جايلك وفوف؟ يبقى هتروح. حبيبي. ثانية واحدة أعمل مكالمة وأجي لكم. منورين والله العظيم. لو في واحدة تاني هوفوف بس عشان إحنا اتنين. ها؟ بيقول لك شغال مع ناس تقيلة في البلد. انت تاني. انا عارف. بص انت ايه؟ مش هتسيبنا احمد غير ما يبقى في كلبوش. انا عارف. انا بقول لك ايه؟ اتفضل قول لي ايه الفكرة الشيطانية اللي جات لك دلوقتي؟ عايز انتقم من بلح. طب ما احنا قفشنا الفلوس الصبح وحقنا رجع لينا، عايز ايه تاني؟ لا مش دي كل الفلوس اللي مع بلح. انا لو اخليها على البلاطة لازم انتقم منه. طب هنعرف بقى يجيب فلوس منين تاني ولا هندور عليه فين؟ هو ده ليه ما كانش يشيل فيه فلوس يعني؟ اكيد مش شايل فلوسه في البنك. ليه زي بلح ده شيل فلوسه في بيته؟ وماله؟ نجيب الفلوس ونشوف اخرتها ايه. بس انا هسألك سؤال يا ابو حميد. ارغي. الفلوس دي بقى ما ناخدها كلها حلال؟ انت جاي دلوقتي تكلمني في حلال وحرام؟ عادل ومنام. ومنام يا عادل. ومنام مش ناقصاك. وهات السيجاره دي. سيبني انا افكر هعمل ايه. بقول لك يا ده عادل. ايه؟ تلفت حواليك ليه؟ في ايه؟ تعالى ورايا. هتعمل ايه؟ متقلقش يا عم احمد. امني انت بس ومالكش فيه. عم اخرتها هنبقى حراميه كمان. متخافش، انا لازم اربي ابن الكلب. مش عارف اخرتها معاك انت ايه بس. تعالى عادل، تعالى وطورها. يا عم انت هتعمل
الخير. مالكش فيه نط ورايا. فلوس يا لا عادل، فلوس يا بنت امك يا بلح. انصر الدين دماغك يا لا. شفت انا قايل لك المحاولات مش ممكن الواد ده يخبي فلوسه في بنك ابدا. بكره تعدي عليا من الفجريه من نجمه فاهم. يلا يلا معلم بلحه. يا معلم بلحه. نعم. ايه هو احمد سافر؟ سافر مات؟ انا معرفش عنه حاجه ومش عايز اعرف كمان، ولو كان مات يبقى ربنا رحمه مني. اوكيشن؟ ماشي يا معلم بلح. تصبح على خير يا معلم بلح. انت اهل ليه. لو شفته بعينيا الاثنين دول بس بقى. ايه بلحة؟ بلحة هو اللي رماه صح يا حبيبي؟ رماه زي ما كان عايز يرمينا كلب. بس انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس ان ابني عايش وقلب الامه ما يكذبش ابدا. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. بابا بابا بقول لك ايه؟ لا 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 الشنطه دي عايز اخبيها. ماشي لو خبيتها لي هجيب لك ابنك. حاضر. ماشي حاضر. لا مش راجل ما جبتهولك، بس الشنطه دي فيها حياتي. حاضر. ما تفتحهاش خالها. حاضر من عيوني يا جماعه، والله العظيم ما هفتحها. ده انت رديت لي روحي وجبت لي خبر ابن عايش. عايز تشوف متولي، خليلي بالك من الشنطه. على عيوني يا دناي، على عيوني، ما تخافش. اطمن يا حبيبي اطمن. قهوتك يا ست الكل. تشكر يا شباب. بقول لك يا ست الكل، الواد خليل عمال يسال عليك كل شويه، وناقص ان هو يجيب ميكروفون ويجيب منادي ونادي عليك في الحته كلها، وقال لي اول ما تيجي اتصل بيه بالتليفون على طول. اعمل ايه؟ ولا كلمه. انا قلت كده برضه. تصدقي بقى انك عايزه ضرب الجزمه؟ انت فين يا بت انت؟ على فكره بقى الريس حلف 100 يمين ان ما كنت تدفعي اللي عليكي لو واقف الشغل معاكي. انا بقى قلت له اكيد فيكي حاجه. بابا مات يا مغم. البقال لله يا حبيبتي. طيب بصي بقول لك ايه، سيب البضاعه وانا هوزعها على المواطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليه. لا انا هشتغل. يا بنت اسمعي الكلام بقى ما يبقاش دماغك ناشفه. بقول لك هشتغل. سيبيها. اسيبها ده ايه؟ ده بدل ما تقول لها عنك. منى جدع ب 100 راجل وهتشتغل احسن من الاول كمان. بقى في حياتي
بس انت برضو كان لازم تقولي لنا، ولا احنا يعني شغالين مع بعض كده وخلاص؟ سد خان. انا صعبان عليا ان بابا مات من غير ما يعرف انا بعمل ايه. معلش انا عمري ما خبيت عليه اي حاجه الا دي. هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيثق فيا. لما كان بيسالني انت نازله رايحه فين، كنت بقول له رايحه النغم او ادور على شغل. ما كانش ينفع اقول اني بشتغل، ما كانش هيوافق، كان هيرفض. ايه رايك بقى ان باباكي لو كان عارف كان هو اللي هيشجعك ويقف جنبك وانت تعملي حاجه غلط؟ ياه، انا حاسه دلوقتي بالذنب، حاسه اني غلطت في حقه اني ما قلتلوش. يلا بينا، يلا بينا قبل الليل ما ينزل علينا. تمنيت ان انا اللي كنت موت مش انت. نفسي الزمن يرجع عشان اخليك تحس بقد ايه انت كنت احسن مني. على الاقل حبيتني بجد. تحبيه ازاي وانت شايله صورة احمد معاكي؟ انت اتجننت؟ ايه اللي وحشتني؟ اطلع بره، اطلع بره، حاول لبابا. بقول لك ايه، ابوك مش فاضل دلوقتي، مشغول بتخانق مع امي. امك؟ اه. امك دي ما عملتش حاجه عدله في حياتها غير انها جابتها. مش قوي يعني. نطلع بره وبس. قلت ايه؟ انت مش فاهمه انا كده ليه؟ وعايزني اطريها ليه؟ روح قول لامك تقول اه وتطلعني من فوق راسها وبعدين احتمال اطريها. لو قلت لك اني بحبك. طب وفي ايه؟ وانا كمان. انت كمان ايه؟ طب بلاش افلام العربي بتاعتك دي، ما بحبش الطريقه دي. سيبينا من افلام العربي، خلينا في الاجنبي، خش على الاجنبي. وحياه امك يا ستي. طالما جبت سيره امي خلينا بقى في الهندي. تعالى حلو. اطلع بره. وفي احلى من الافلام. Thank you.
طمنا عليك. عامل ايه دلوقتي؟ مش احسن؟ من بره ولا من جوه؟ بس لا هتفرق كتير قوي. لو من بره تمام. على قد ولا حد يموت. لكن لو من جوه خربان. على اخر كمان. تزعلش عادل. على فكرة أنا مش زعلان. لو هتفتكر إن أنا زعلان من العلقة اللي إحنا كلناها. أنا زعلان على حاجة تانية خالص. أنا زعلان عم أحمد إن إحنا كسرنا. طلعنا ورق. ملناش ظهر. مش صح الكلام ده. إحنا ولا ورق ولا ملطشة. هو بس اتكتر علينا هو ورجالته. عارف ده لو لوحده كنا كلناه بسننا. ده كلام جراد عم احمد. اتكتر علينا لوحده ورجالته. النتيجة في الاخر اللي احنا اتبهدلنا واتكسرنا. حياتك لا لبسه طلع. في الحارة ولا هنا؟ كان في الحارة كنت صدقتك. لكن انا بقول لك احنا هنا ملناش اي وزن. انا وانت هنا لوحدينا. لكن هو مع رجالته. هنعمل معاه ايه يعني؟ بس اقول لك على حاجه. اخر حاجه كنت اتوقعها ان انا وانت نوصل نبقى في السجن ومع بعض. يعني راضعين من ام واحده طول حياتنا مع بعض. لكن كمان في السجن. ايه يا اخي؟ مكتوب عليا انت ولا ايه؟ ياللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي فيها ابتسامة وفيها فيها زي وحنية يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي قاسيها الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين وبرضو احنا النهاردة سوا أخوفي ان شاء الله صاحبي هكون فوق أخوفي بكرة هنكون فين يا عم احمد بقولك ايه معك فلوس انت عايز فلوس ما قلتليش ليه جدع من خزنة قدامك ايه وانا معاك المفتاح يا عم انا فلوس ادينا علبة سجاير شرايين انا من الراجل اللي جنبنا اللي نايم ده يعني لو صح طب خلاص شوف بقى اخوك احمد هيعمل ايه شويش عايز ايه انت؟ عايز ادي لك 1000 جنيه انت اتجننت مسجون انت؟ بقول لك هدي لك 1000 جنيه انت اتجننت ولا ايه؟ اسمع مكالمة تليفون وهديك تمنها 1000 جنيه ممنوع التليفون هنا اسمع هي مش هتكمل دقيقة واحدة ماشي وهديك اللي انت عايزه 1000 جنيه زي ما اتفقنا ولا من شاف ولا من دري ماشي أصل عليك الو ها متولي انا احمد يا ابني وقت مش وقت ومش وقت يا ابني اسمع مني اللي هقولك عليه تنفذه بالحرف الواحد هيتضايق مني على فكره مش هيتضايق ولا حاجه انت بس اللي ما تحبكهاش انا قلت لك هيتضايق بس اهو انت ماليا انت اللي جابك هنا عايز اشوفك اتكلم معاك طب بعدين بعدين مش وقته روح دلوقتي وتعالي لي وقت تاني مش هينفع انت لبتك لوحدك جيبها معاك ايه؟ اعمل ايه شبطت فيا وعايزاك في موضوع مهم عايزاك في موضوع مهم اعمل ايه اسيبها؟ جبتها انجز عملت ايه؟ امسك امسك خد دول انا ظبطت لك الدنيا مع الناس الكبيره هنا كلها انا عارفهم قعدتي بره دي ما كانتش على الفاضي ماشي ماشي طمني بقى هتعمل ايه ماشي خلاص احلق نفسك يلا اسيبكم مع بعض ماشي السلام عليكم
قولي لي بقى انت انتوا ايه اللغه اللي انتوا سيبك متولي وكلام وقولي لي بس انت جايه عايزه قصدي عامله ايه يعني عايزه اشوفك انا مش قادره اصدق كل اللي بيحصل حواليا ايه اللي انت وصلت له اخرتها هتبقى رد سكون بقول لك يا كاميليا لو جاي ترغي معايا في الحوار ده يبقى روح احسن انا جايه عشان خايفه عليك انت احسن من كده بكتير ليه بتعمل في نفسك كده ليه بعمل في نفسي كده انت اللي بتسالين السؤال ده طب خلي حد غيرك يقول الكلام دوت ما انت عارفه كل حاجه انا مش جايه عشان اشوفك كده انا جايه عايزه اشوفك زي ما بشوفك في احلام في خيالي انا عارفه انه صعب ان الواحد يعيش لوحده لما بتضيع من بين ايديه كل احلامه لكن مش معنى كده ان انت تعمل في نفسك كده وتاذي نفسك الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده يا كاميليا اعمل في نفسك كده وتاذي نفسك لما توصل نفسك لحد هنا وانت ما تعرفش السبب يبقى بتاذي نفسك وبتنتقم من روحك كمان احمد انا واخواتي ما بقلناش حد بقيت اقف قصاد كل واحده وهي عايزه تخرج كل يوم علشان تشوف دنيتها مش قادره اسالها بتعمل ايه عارف ليه لان ما فيش في ايدي حاجه ما بعرفش اعمل حاجه ضعيفه في الوقت اللي كنت محتاجه لحد يبقى واقف في ظهري عشان يخليني ابقى قد المسؤوليه الكبيره اللي انا فيها بس زي ما انتي ما ظهرتيش طول عمرك بتخافي من اقل حاجه طول عمرك بتخافي من الدنيا متلاقيش يا كاميليا اخواتك هيبقوا زي الفل اسمعي مني ازاي بقى وانا البني ادم الوحيد اللي كان ممكن يبقى واقف جنبي بعيد ورا اسوار كاملة أنا عمري ما كنت بعيد لا بعيد وسبتني لكن مش وقته الكلام بس أرجوك يا أحمد بلاش تبعدني أنا حقيقي محتاجك ماشي ماشي يا كاملة أنا مش هبعد عنك تاني عارفة يا بنت أحلى حاجة فيكي إيه؟ إيه؟ إنك حقانية أنا فكرت في الموضوع اللي أنت كلمتيني فيه موضوع إيه اللي كلمتك فيه؟ نسيت ولا إيه؟ إن إحنا نشتغل لحسابنا عم العالم أهو ده الكلام شايل قد إيه بقى؟ معايا 60 5 وأنا معايا زيه الله الله جرى إيه يا جدعان هو أنا براليلا دي ولا إيه؟ يخرب بيتنا اصبر يا حلويات دي ورا إيه ده؟ ورا الفلوس دي يا اخي بس تعال وريني الشنطه بس لا بالراحه بالراحه علي بقى معايا كده سيبها يا اخي انت كمان ابعد عنها اجري اجري وعاد حاجه كده عمرك ما كنت تتخيليها يا بنتي يا سمر واضح يا حبيبتي على كلامك ده مدحت واخد باله منك شوية صح؟ لا مش واخد باله مني شوية واخد باله مني قوي معجب يعني بصي يعني هو أكيد معجب بس أنا مش فاهماه مش متأكدة منه قوي لأن هو كل يوم والتاني مع واحدة أحلى من اللي قبلها الحب أعمى يا أختي أعمى إيه يا هبلة؟ وأنا يعني ما استاهلش أنا زي القمر عيب يا حبيبتي اللي بيقول غير كده دول شرفوا يا أهلا تو جيتو كنتوا فين يا استاذه كاميليا هنبدا غلسه لبعض لا انا مش بغلس انا بفتح المحضر اللي بتفتحوه لنا كل يوم والتاني كنتوا فين طشيتوا لا لسه هو ده اللي انتوا فرحين فيه وبس ونا رجعت لا لسه ايه اللي اخرها لغايه دلوقتي ما اتصلتش بحد فيكم
مالي؟ يا وسط في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مرة ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ خش. ايه اللي عمل فيكي كده؟ ها؟ يا منى اتكلمي. ايه اللي حصل يا منى؟ حار اسود، ايه اللي بهدلك كده؟ بصراحة اللي بعتك حد ما اقدرش اقول له لا. بس الحكاية مش سهلة زي ما انت متخيل يعني. وبعدين مقابلة الكبير تحتاج ترتيب. يا كبير احنا من ايدك دي لايدك دي، بس هو يرضى عننا. جربنا يا معلم. جربنا وما تقلقش مننا. بعون الله هنرفع راسك. ده انا راسي مرفوعه بعون الله من غير حاجه. انت في الاخر لو نفعت انت اللي هتكسب. شوف متولي ده جاي من طرف عزيز غالي. راجل جمايله مغرقاني. عشان كده انا هقول لك المفيد. الباشا بتاعنا في الشغل ما بيعرفش في الوسائط. يعني تدفع تاخد تبيع، الفرق حلال عليك. طبعا يا معلم ده كلام سليم وانا موافق عليه. يعني انت معاك فلوس بقى؟ امال انا جاي اتكلم وخلاص؟ عايز كام؟ اللي يبتدي يبتدي ب 150,000 كويس. معاك لغايه مليون. يا عم الحاج مليون ايه؟ يا ايه متولي ما تتكلم. مليون ايه؟ علينا ناكل. انتوا مالكم انتوا؟ الله اتصرف. هجيبهم منين؟ قلت يا معلم معاك لغايه مليون. انا هقول للباشا وهو اللي هيحدد، وانت ونصيبك. بس يكون في علمك لو قال امين فلوسك تبقى عندي في ميعادها. تظبط هتتبسط. تمام يا معلم وانا قد الاول. ينفع تديني اسبوع واحد؟ 10 ايام. يوم زياده بعديهم ما تجيش. وانا عند قول يا معلم هو اسبوع واحد بس. وانا عند قول انا كمان 10. لو جيت بعد اسبوع اعمل لك اوفر. ابو مليون ادولك ب900 عشان انت صدقت. بس استبينا يا معلمة. بس انا يا معلم لا مؤاخذة يعني كان ليا شرط. ايه؟ انا نفسي اقابل الكبير. اهلا. طب نشتغل الاول وبعد كده نبقى نتكلم ونشوف حكاية الكبير. ماشي ماشي بالاذن يا شباب. عالجوها مع بعضيكم زي الفل ان شاء الله. الفل يا عم احمد. زي الفل ان شاء الله. انت جاي تشرب. يلا بينا تخربها. تعالى بس يا احمد هنا. تعالى متولي يا عم فهمنا مليون جنيه اللي بتتكلم عليه واحنا عايزين ناكل اساسا. ما تقلقش يا احمد. ماشي. انت عارف لو ما جبتش المليون جنيه دول في خلال 10 ايام ايه اللي هيحصل؟ قسما بالله يصفوك هنا. يصفوا مين بس يا عم متولي؟ انا اصفك انت كمان. هتشوف هتشوف كلامي. عادل لو الان ابعد انت. والاخر مره بقول لك بس انا قلقان عليك. بقول لك ايه؟ رسيني. طب انت عايز تعمل ايه؟ ولو عرفت انا معاك في اي حاجه. انا هجيب لك 5000 جنيه هتديهم لاي محامي يعمل لها سجل تجاري لاي شركه بس بتاريخ قديم. بس الشركه دي لازم تكون معروفه ومشهوره. فهمت؟ مش فاهم اي حاجه. معلش مش مهم تفهم دلوقتي. اعمل اللي انا بقولك عليه وبعدين هبقى فاهمك يا صاحبي. يلا بينا. يلا بينا متولي. ودينا في داهيه. مبروك علينا القرض يا رجاله. الله يبارك فيك يا باشا. متولي تعال نقول كلم المعلم قول له ان احنا جاهزين. اظن كده بقى احنا ممكن نقفل الشركه ونوقف نشاطها. ليه؟ ليه يا ابو كرم؟ نقفل الشركه ليه؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ احنا لحقنا نقفل. ايه يا عم؟ انا عندي حل. ايه هو؟ ايه رايكم نغير نشاط الشركه بس؟ تقصد ايه يعني؟ هقول لك اقصد ايه بس ما تزعلوش مننا يا جماعه. احنا اخوات يعني. نتغدى بس انا وانت وبعد كده. مش عامل حسابك والله. معلش نتغدى انا وانت بس واحكي لك على في دماغي. والله عارف ان انت اللي هتشعشع وتجيب الكبيره يا عدوله. اقول لك حته اكله بقى. صباح الفل يا عم سعيد. اه يا عم جمال. يا حبيبي ازيك يا عم جمال؟ ابو حميد اخبارك ايه؟ تمام. تعالى عشان عايزك في موضوع. والله العظيم انت ابن حلال. انا كمان كنت هكلمك عشان عايزك. اه تشرب الاول. هدى ولع. ايوه جاي. اللهم يا استاذ احمد بتاعتي. وشوف عمك جمال يشرب ايه. لا انا مش هشرب اي حاجه من السهر. رايح الشغل. حاضر. خد يا عم جمال سيجاره. لا انا ما بدخنش. ما تعالى. اه صحيح انا نسيت. امورنا ابو حميد. بقول لك يا عم جمال
كمال يا بنت خالي، اتكلمتني في موضوع كده كنت عايز اكلمك فيه. والله العظيم ده لا، ده انت فيك الخير، بس انا كنت هكلمك في نفس الموضوع بالظبط. طب صح كده يا عم جمال، وبصراحه المفروض يعني ان انا كنت اكلمك انت الاول يعني، بس انا قلت هي تقول اه وبعدين اكلمك عشان يعني الموضوع ما يبقاش كلام وبس، وانا قلت برضو اجي دغري، انت عارفني ما بحبش اللف والدوران، وبعدين ما تحسنيش يعني كاميليا وحدانيه وانا عايش لوحدي وعايز حد يونسني وياخد بحسي في الدنيا، ابقى انا كده غلطت؟ لا ما غلطتش ولا حاجه يا عم جمال، بس انت يعني شايف ان الوقت ده مناسب انك تتكلم في موضوع زي ده؟ بس هو بصراحه انا قلقت، قلت يعني لحسن حد يسبقني ويطلبها، خصوصا اي حد من اهل جوزها، بس الناس دول مش هيسيبوها في حالها، هيفكروا يعني ياخدوها لاخو جوزها عشان يعني تبقى الحكايه كلها في حبهم، اما لو ما كانش كده هيقرفوها، فانا قلت يعني ما اسيبهاش لوحديها، او برضه وهي بتطالب بحقها يبقى حد واقف وراها جنبها كده يعني، ولا ايه؟ لا عندك العيب، عندك العيب يا عم جمال، بس انا يعني عايزك تأجل كلام في الموضوع ده شويه عشان الامور تمشي زي ما انت عايز بالظبط. بجد يا ابو حميد؟ اه بجد، وعايز كمان اطلب منك طلب. فين؟ يعني ما تقولش الكاميليا خالص ان انا كلمتك في موضوع زي ده، ما تقولهاش ان انا قلت لك الكلام ده خالص، ولا انت فتحتني في السيره دي نهائي. طبعا طبعا، ولا هجيب باي سيره، ده انت تأمرني. اشوف ربنا، تصدق انا كنت قلقان من رد فعلك جدا. لا ولا يهمك يا عم جمال، احنا نطول نناسبك يا عم جمال. الله يكرمك، الله يكرمك يا ابو حميد. معلش انا هحتك على الله بقى عشان اروح شغل. يلا اتفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. الف سلامة. هدى ولع، سك على القهوة. هو انت ليه لغايه دلوقتي مش حاسه ان انا لسه عايزك؟ انا بحبك. طب ما انا عارفه. طب تعالي. انت مجنن؟ البلد بره ممكن يجي يسوقك. نايمين في سبع نومه. مين دول النايمين؟ انت دخلتها ازاي؟ وانا خدت المفتاح بتاعك من غير ما انت تاخدي بالك، وجيت هنا من غير ما حد ياخد باله ان انا دخلت. تعالي بقى. هنزل بقى تقول لبيت البيت هتصحى كده. أو لسه بحب فيها ايه ده، انت لسه صاحيه؟ قلقت شويه. ايه اللي قلقك؟ يعني مفيش، ما قلتليش عملتي ايه في شغلك؟ هشتغل، انا مش هرفض اي حاجه تخليني اخرج من اللي انا فيه ده. بقول لك يسيبك مني، قولي لي انت مالك سرحانه كده ليه؟ ولا حاجه. تتودودوا في ايه؟ صوتكوا صحاني. بذمتك ولا انت اللي عماله تتقلبي طول الليل يمين وشمال ومحدش عارف ايه اللي في دماغك؟ بصراحة كده عقلي مش مريحني، عمال بيفكر قوي وبيجيب في اللي بيحصل شمال ويمين.
قولي لي انت بقى، تعالي هنا. عملتي ايه مع عمو جمال العريس؟ ايه الغباوه دي؟ ايه ده في ايه؟ وضع كده بيقول ان في حاجه شغلاكي ومطيره النوم من عينك. ده هيكون بقى ايه اللي مطير النوم من عينيها يا رحمه افندي؟ يا رب ارحمني من العيله الغبيه دي يا رب، عشان بقول الحقيقه. في ايه يا كاميليا؟ ما دام هو ابن عمتنا يعني ومن دمنا. طبعا ما بتحبيش شانكلي. شانكلي انت بتلقطي منهم؟ هي مش محتاجه، هو عارف انها بتحبه. طب ايه؟ طيب في ايه؟ عشان بقت ارمله، يعني اتجوزت قبل كده وكان في حياتها راجل تاني. سمر وبعدين؟ سمر بتتكلم صح، لازم كاميليا تبقى عارفه احمد بيفكر ازاي وهي ماشيه في الطريق الصح ولا لا. شوفوا بقى يا بنات، الراجل في مجتمعنا هنا عنده في صنف الشخصيه، يعني ممكن يتجوز واحده اجنبيه لمجرد انه يعرف اسمها، او واحده عندها جنسيه تانية لمجرد انه شافها وحبها، بس يجي لحد عندنا هنا لازم نقدم له سي في مصور ومدموغ من 5 موظفين ومن الشارع اللي انت عايشه فيه واصحابها واهلها، عشان يتاكد انه الراجل الوحيد في قلبها وحياتها. حقه؟ لا مش من حقه. وانت عبيطه ولا ايه؟ وانت عايزاني اعمل ايه؟ بصوا بقى يا بنات، من الاخر كده يعني، مفيش واحدة فيكم تتجوز إلا إذا كانت بتحب اللي هتتجوزه. هو النبي يا كاميليا تكلمي قولي له. هقول، لأن الست لما بتتجوز واحد ما بتحبوش تبقى عاملة زي الواحدة اللي بتشرب مية ملحة، تفضل طول عمرها عطشانة ومفيش حاجة ترويها. الله الله الله، ده كلام كبير قوي. كاميليا، هو أحمد يستاهل اللي أنت عاملاه في نفسك ده؟ آه يستاهل. طب عايز أسألك سؤال، أنتي وأحمد قلة الأدب دي؟ قصدها بوسة عادية يعني ولا مش قوي؟ بس يا نسبتي، كان أول يوم جامعة كنت فرحانة قوي، كلمني بالتليفون وقال لي لازم أجيلك أوصلك احتفالا بانه اول يوم. ايه ده حصل امتى؟ استني استني استني، ده اول يوم جامعه لما انت كنت هنا ودخلتي جوه لقيت جيبي شنطتك، هو جري وراكي عشان يساعدك وانا واقفه هنا؟ واقفه هنا زي القرطاس؟ اطول قرطاس شفته في حياتي. كنت مبسوطه قوي وانا مقرطصاه. طب اسمعي بقى، بدل بتحبيه يبقى لازم ندبسه، لازم يتجوزك. والخطة؟ أقول لك أنا بقى إيه الخطة. بص يا ستي، أنتي الأنوثة اللي عندك اللي مدرياها دي كلها لازم تظهريها ونوقعه في شر أعماله وتبقي قدام أهله كل يوم. أيوه، هو طلب مني إن أنا أشتغل عنده في الشركة. طيب ما خلاص بقى، أنتي بتحبيه وهو بيحبك، ما تخلصونا. وأنا ماسكاكي في حاجة، ما تقومي تنام. بقول لكم يا جماعة، هو أنتوا مش ملاحظين حاجة؟ إيه؟ احنا كلنا اشتغلنا. صحيح. والله، والدنيا ابتدت تزهزه كده وتلعب. عم جمال، كمية ازيك؟ لا على فكره، كانش في داعي انك تقولي لاحمد اللي انت قلته، كان كفايه قوي تقولي لا وخلاص. كانش في داعي انك تقللي من قيمتي للدرجه دي. انا معرفش انت بتقصد ايه، لكن انت عايزه تحفري لي قبر جنب ابوك يا كاميليا؟ ليه؟ كل ده عشان انا حسيت في لحظه اني قريب منك وعايزه ابقى معاكي. انا ما حصلش اني قلت الكلام الفاضي ده، ما حصلش. الحمد لله، الحمد لله ان انت ما فتيش. بس على فكره بقى، اللي كان جوالي ده كان كبير كبير اوي، كبير اوي. مالك تقف بسرعة؟ فجأة وقع فين؟ صاحب الطقطق؟ راح
كويس انك جيتي. انا لو كنت قعدت مع سيده ساعه تانيه كنت قتلتها. كاميليا انا عايزاكي في موضوع مهم قوي. انا عايزاكي تاخدي الفلوس اللي اهل جوزك قالوا لك عليها عشان انا محتاجه فلوس ضروري جدا والله حسددهم لك. وكمان عايزاكي تشوفي حل في موضوع الشقه. مش معقول هنفضل قاعدين في وش ام 44 دي. جمال مات. جمال مين؟ هو هبقى انا السبب. هو في ايه؟ حصل ايه؟ هيبقى اي حد بيقرب لي لازم يموت. انت بتقولي ايه؟ ويبقى كلام الناس كله صح. ده ايه الجنان ده؟ حلو المكان. شكرا على العزومه. انت يا بنت كل ما هكلمك وتقعدي تطبطبي لي على ايدي ما تنطقي تقولي اي حاجه من ساعه ما نزلنا خرستي خالص. اقول ايه؟ اللي تقولي ايه؟ مش نازلين نفك عن نفسنا ونتكلم وندردش؟ يا ستي انت اللي متضايقه. ممكن اعرف بقى متضايقه ليه؟ مالك؟ عارفه بس مخنوق من ايه؟ انا عارفه برضه بس مش عارفه ليه حاسه كما لو ان الدنيا عماله تقفل ابوابها في وشي. كل اعمل حاجه تبوظ تكون نهايتي قربت. بعد الشر عليك يا كمال. انا فاهمه بقى انت عايزه ايه بالظبط. انت عايزه تتجوزي ايه؟ غريبه اني فهمت. لا مش غريب بس انا مش عايزه اتجوز عشان الجواز. بكره كل واحده فيكم هتروح بيت جوزها وانا هبقى لوحدي زي قرد قطع. يا ستي ما تخافيش مش هتبقي لوحدك. جبت الثقه دي منين؟ واثقه واثقه ان الدنيا هتدي كل بني ادم اللي هو عاوزه. يا صلاه النبي كان يا اختي كل واحد عايز كان خد. ان شاء الله كل واحد هيعوز هياخد. يا بنتي ازاي؟ ما انا قدامك عايزه طول العمر ولا نلت حاجه من اللي عايزاه. يا كاميليا السؤال هنا انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه تتجوزي تاني؟ عايزه تحبي حب جديد؟ عايزه تعيشي اللي انت ما عشتهوش مع جوزك الاولاني؟ ولا عايزه تتجوزي حبك القديم احمد؟ انا مش فاهمه ايه الكلام الغريب ده. انا عايزاكي تعرفي في الاول وفي الاخر انت عايزه ايه بالظبط والمهم انك تحققيه. ايوه انا عايزه ايه بقى؟ عايزه ايه؟ عايزه احب. طب حلو قوي. عايزه تحبي احمد؟ وعشان احمد يعني حبك القديم وهو اللي قدامك دلوقتي فقلت يعني ان في امل انكم ترجعوا تاني؟ انت يا بنت سهلنا قوي على فكره. انا بنزل الف على قعوب رجلي من الصبح لاخر النهار بشوف اشكال كتير قوي من الناس عشان كده اتعلمت اكتر منك بكتير حتى لو انت الكبيره. عايزه الحقيقه. اه عايزه الحقيقه طبعا. نفسي احب الحب اللي كنت عايزه احبه قبل الجواز. واحمد ماله؟ وايه اللي ماله؟ أحمد ده كان حب مراهقة وعلى فكرة أنا اكتشفت الموضوع ده دلوقتي. هو أي نعم لسه أنا بحبه شوية بس إيه؟ بحاول أقرب منه بحاول أكون جنبه بحاول أدور على اللي حبيته فيه زمان مش لاقياه. آه أنت عايزة تحبي أحمد لما كنت بتحبيه وهو عنده 19 سنة ودلوقتي بقى 35 سنة؟ آه لا كاميليا انت هبله قوي. اما انا عارفه. اه طب بصي بقى يا ستي سيبك من موضوع الجواز دلوقتي والحب وخلينا في الاهم. احنا لازم نسيب البيت عند سيده باي طريقه عشان ممكن تحصل جرايم. ايوه عندك حق والله. ايه مالك؟ حد زعلك فوق ولا ايه؟ لا عادي مفيش حاجه. كده عادي؟ عادي مش مشاكل. هتروق اعصابك خد ما تلاقيش. يا ست صنع ولا ايه؟ لا تمام. اوعى تكوني فاكره ان انا يعني عشان بديكي سجاير كده فانا علمي العالي السيسي اللي انت واخده بالك منهم دول. لا حاسبي انا بس بعرف اقرا اللي قدامي كويس. والله؟ يعني ايه؟ يعني انت يا مروه غير كل اخواتك. انت عارفه سكتك مظبوط. وعارفه عايزه تبقي فين؟ عايزه تبقي فوق قوي قوي
وبعدين؟ وبعدين يا ستي طريقنا الهدف اللي احنا عايزين نوصله ده مرصع ببعض من رجال الاقتصاد والسياسيين في البلد. يعني ايه؟ يعني وجيه وقلم وجيه، واللي يحب وجيه، واللي يركب المركب اللي جاي منها وجيه. وجيه ده يعني كل حاجة، كل حاجة، الفلوس، مداخل ومخارج الحاجات، الدولارات، الشيكات، الموني. يعني أنا وأنت ورقصني يا جدع. تمام. بقول لك إيه؟ والله ما رأى ما حد يعرف يعمل الليلة دي غير أنا وأنت. ماشي، بس قولي الأول عملت النصبية بتاعتك دي إزاي؟ لا، نتفق الأول. نتفق يا أحمد. شوف يا ستي، كل اللي حضرتك امرت بيه نفذ بالظبط. الله الله على القوي عاد. اهلا اهلا بقى، انت قاعد في العز ده كله وسايبني مع العقارب في جحر العقارب وحدي اكل طقه وافوت طقه واحط القرش على القرش. اخس عليك اخس عليك يا جاحد يا ناكل للجميل. ايه دي اما هفهمك انا هفهمك اما وانت خليت فيها اما بأيام ما أنا ما ينفعش أقعد مع ولاد خالي علشان الكبريت والبنزين والجاز والولاعة، وأنت علشان تيجي وتمشي وتقعد في العز ده. إيه ده يا ولا؟ ده عش مستورد؟ طبعًا. إيه ده يا ولا يا جزمة؟ بتاكل إيه مجوهرات؟ سايبني أنا في الحارة والقشر وأنت قاعد هنا قلبي وربي غضبانين عليه. خلاص يما خلاص. قولي لي بس أنت عايزة إيه وأنا أعمله لك؟ انا قاعده هنا، انا مش ماشيه من هنا يا حلاوه. تقعدي فوق راسي وهتني هنا. ماشي. وعايزه قمرير. عايزه ايه؟ عايزه قمريره شغاله يعني وانا ما استاهلش ولا ايه؟ وانت عرفت منين كلمه قمريره دي؟ بيقولوا كده. ماشي، هجيب لك القمريره دي. ماشي. انا عايزك تمدي ايدك وتاكلي. اكل ايه يا ابني؟ الحاجات دي انا ما اعرفهاش. فاكره ياما لما كنت بتخبي مني الكباب؟ انا عمري ما اخبي منك اكل. يا سلام. كل يا حبيبتي. انت خبيت مني البلة كلها. دي بقى اسمها ميني بيتزا. ميني بيتزا؟ ميني قلة الأدب ده بعد؟ ابعد. ميني بيتزا. كلي بس كلي. وانا مش عرفني ده أكل يهود ولا لا إيه؟ لا 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 يعجبك أوي. ميني بيتزا. ده عيش يا معفن. بيضحكوا عليكم. ده عيش. بس أفرنجي. أنا عايزك تاخد راحتك في البيت ده كله. اعتبريه مش تعتبريه. هو اصلا بتاعك يا حبيبتي. كل ده بفضل دعواتك، بس انت بس بتدعي لي. كده يا كبير الكميه كلها خلصانه وما عادش في حبايه واحده ناقصه. كويس. بس انت ايه بقى خيالك شارخ فين؟ انت مالك؟ انت تعمل اللي انا اقولك عليه وبس يا ميتو. فاهم؟ تمام. روح ابعت لابو كرم. اهلا، ازيك يا متولي؟ ازيك يا مروه؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. سمعت انت هتتجوز في ريال؟ اه بس هي لسه ما ردتش عليا، بس قريب ان شاء الله. ان شاء الله اكيد هتوافق، ما تقلقش. هتلاقي زيك فين؟ عند اذنك. وحشني يا احمد. يا اهلا يا اهلا. تعالي يا مروه تعالي. قول لي بقى نوع على ايه بالظبط عشان انا لازم افهم. ما انا قلت على كل حاجه. لا هو انت في زيك ده؟ انت مش سهل ابدا. من فضلك مشي على نفس الخط بتاعك عشان انا عايز افهم، وصدقني والله انا هنفعك. شوف يا مروه، عشان تشتغلي براحتك في البلد دي
عشان تشتغلي من غير ما حد يعمل لك شوشاره في دماغك ولا يتعبك باسئله كتير. لازم يبقى عندك شعبيه. بمعنى؟ بمعنى ان الناس تحبك، تبقي نجمه، الناس تتمنى تتقرب منك. وده بقى مش هيحصل غير لما تشغلي ده. نشغله، بس اتكلمي عن مكشوف، علشان انا بصراحه حاسه ان انت بتلف وبتدور عليا، وحاسه كمان ان انت بتستغفلني. ماشي، انا هجيب عليك على بلاطه. البلد دي فيها ناس اليومين دول عاملين نفسهم خبرة في الاقتصاد وفي السياسة، عمالين يطلعوا يقولوا كلام أهبل، وكل ما يقولوا كلام أهبل الناس تصدقهم أكتر. لا، أنا كده عايزة أفهم أكتر. وجيه ده لسه محتفظ بمكانته، تقيل محافظ على نفسه. صحيح، عندك حق. لما بيطلع في التلفزيون ويتكلم الناس كلها بتسمع كلامه. هو عارف بيقول إيه كويس أوي، وبيبقى كمان عارف رد الفعل قبل ما يتقال. وبعدين؟ انت حظك حلو يا مروه ان انت اشتغلت في شركه كبيره. شركه غيرتك، غيرت لك طريقه لبسك، غيرت لك اسلوبك. وانا متاكد انك بتخططي انك تسكني في مكان تاني خالص غير الحاره. مكان فوق، فوق قوي. كمل. اللي اسمه وجيه ده بقى احنا عايزين نشتغل عليه. عايزين ندعمه، عايزين نغرقه فلوس عشان يرضى عننا، ونبقى مع بعض سوا سوا، نحضر مع بعض كل حاجة، مهرجاناته، اجتماعاته، كده يعني. وهو هيرضى؟ هيرضى، لأنه لو كان عايز يرفض كان رفض من الأول. عشان كده أنا النهاردة كنت عنده، كنت عايز أجس نبضه. وعرفت الآخر إيه؟ مروة، أنا عرفت طريق الفلوس تيجي منين، لكن أصل السلطة. تخيلي بقى مروه، لو انا معايا السلطه والفلوس. طب وانت هتستفيد ايه بمعرفتك بايتن؟ ايتن تعرف مدحت؟ طب ما نعرف. لا، تفرق، تفرق. ايتن منافسه لمدحت، انما انت يعني ما تاخذنيش لسه صغيره، لسه سكرتيره لمدحت. ومدحت ده بقى من اهم رجال الاقتصاد الموجودين في البلد، ومعرفته مهمة، مهمة قوي. نام على ايه يا احمد؟ نام على ايه؟ نام بقى الملك. واو، ده انت مش سهل خالص. بس خد بالك بقى، لو انت هتبقى الملك وانا سهلت لك سكة من السكك، لازم اكون انا كمان الملك. عايزة تبقي الملكة يا مروة؟ انا ايه؟ وبالنسبة لموضوع ايتن انا هظبطه لك، بس مش عن طريقي. امال عن طريق مين؟ ميرا. ميرا عندها اليومين دول، هكلمها وشمشم لك على الجو هناك عامل ازاي. ماشي، وانا موافق. البلاغ موجه من لؤي مدير الشركة عندك ومن مراته مدام حنان، بيتهموك بان اعمال الشركة الاساسية بقت تجارة البشر والدعارة، وانك واخد مهنة الازياء دي مجرد ساتر مش اكتر، وانك بتشغل البنات اللي بيشتغلوا عندك دول في اعمال منافيه للاداب. انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اه طبعا. ترى الادله موجوده ومتظبطه برضو ولا ده مجرد اتهام؟ لحد دلوقتي مجرد اتهام. الامر كله ما فيهوش اي دليل؟ بالفعل. امال على اي اساس سعادتك تم التعامل معايا ومحاصره شركتي بالشكل السخيف اللي انا شفته؟ الا اذا اللي كان مقدم البلاغ ده مش رأيي، يعني اللي مقدمه شخصية تانية خالص، والشخصية دي مهمة جدا لدرجة إن بلاغه بيتحرك له اسم بحاله وبكامل قوته، مش كده ولا إيه؟ شوف يا أستاذ، أنا مش هقدر أقول لك إن ده ما حصلش، بس في نفس الوقت ما أقدرش أتعامل مع البلاغ على إنه بلاغ كاذب. من الآخر حضرتك، يعني أنا هتحول للنيابة وهبات في الحجز الليلة، مش كده برضه؟ إحنا في الأساس ما فيش بيننا وبينك حاجة، بالعكس إحنا كنا عايزينك تبقى معانا، عايزينك تحت بطنا، بس اللي حصل ده بقى غلطة. بمعنى ايه؟ شوف ابو حميد، انا جاي لك برسالة، والرسالة دي فيها خلاصك ونجاتك. هي ايه الرسالة دي؟ انت هتخرج من هنا بيه باشا، وكل حاجة هترجع زي الاول واحسن. على فكرة
اللي عمل ده كله ودبر له وجيه بانه بيكره نجاحك وشايل منك. راجل وسخ بتاع سياسه ملوش مله. وبعدين الورق اللي وصل لك يجي لنا النهارده تخرج انت بكره الصبح. بالبساطه دي حبيبي مفيش حاجه مستحيله. احنا ما يردناش ان انت تبات يوم واحد في السجن وانت مظلوم. على فكره مدحت خطيب هنا بادخالك دخل الحجز دلوقتي واحتمال ما يخرجش تاني ابدا. ومروه كانت شغاله معاهم في الشركه طبعا. الشركه بقى متهماها تهمه صعبه قوي. انا عايزك تفكر يا احمد. فكر وقول لي. وانا متاكد وعارف ان انت تقدر توصل لي وتتصل بيا. عن اذنك. بكام؟ مش فاهم. يعني اللي بعتك تتفاوض معايا قال لك اخرك كام؟ احنا بقينا جامدين قوي يا ابو حميد. انت عارف انت ايه مشكلتك يا ابو كرمه؟ انك دايما بتقول نص الاتفاق. عشان كده الدنيا بتفرط منك. انت مش زيك يا ابو كرمه. عشان كده انا اتفاقي مش هكون معاك. انا اتفاقي اكون مع اللي مشغلك. مع اللي بيدفع. مع اللي بيوفق بوعده. بيكرهك يا احمد. بيكرهك ومش عاوز يشوفك. قصدك مين؟ عزت؟ اه عزت. لا انا مش قصدي عزت. عزت الراجل التاني. انا عايز الراجل الكبير. خلاص نخرج عزت. يبقى زي ما قلت لك انت مالكش كلام معايا. الله انت بايع بقى يا احمد. انت اللي بايع وانت اللي خسران. على فكرة اللي بعتينك تتفاوض معايا لما يعرفوا انك فشلت في المهمة دي كمان هيرموك. مش هيبقى ليك عزة. انت بالنسبة لهم بقيت ورقة محروقة. عشان كده بعتينك انت تتفاوض معايا. انا دلوقتي لو صرخت وعليت صوتي وقلت ان انت جاي عشان تتفاوض معايا واتهمك بكذا هياخدوك كويس تجوبوك. وساعتها محدش يزعل فيك يا حبيبي. فهمني كويس. يبقى خلي بقى عزت بتاعك ده ينفعك. للأسف أبو كرمة انت وقتك خلص. شويش تعال خدني عشان عندي صداع. ألو أحمد إزاي؟ لا أنا كويسة الحمد لله ما تخافش عليا. لا أنا بسبعت الروح. توحشني جدا. أول حاجة فكرت فيه إن أنا أشوفك. أنتي وحشتيني أوي. وحشتيني أوي مرة بجد. نفسي أشوفك. بقول لك ايه؟ انا ابو كرمه جالي. جالي مقابله. هقول لك. طب والكلام ده انت هتعرف تثبته ازاي؟ انا سجلت المقابله كلها ما بيني وما بينه. هبعتها لك دلوقتي. ماشي سلام. ايه انت ناوي على مكالمه تاني ولا ايه؟ التليفون معاك من الصبح. كل اللي انت عايزه هيوصل لك زي ما اتفقنا. حسابك تقيل قوي. ما تقلقش بقى. اهدى وقول هديت. ايه انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ لا شكرا كفايه كده. ايه مالك؟ يعني هم خلاص ناويين يشيلوني الليله كلها لوحدي؟ طب وانت ناوي تعمل ايه؟ هوافق. ايه؟ لا
لازم أوافق. أنا هنا مش عارف أتصرف. لما أخرج هعرف أعمل كل حاجة. فأحمد أنا عايزك تفهمني بالظبط أنت ناوي على إيه؟ أنا؟ لا أنا خلاص. ناوي ترجع زي زمان. زمان أوي. ممكن أطلع على المستندات والإثباتات اللي بناءً عليها تم احتجاز موكلي؟ كده بقى أنا مع الأسف هضطر أتخذ كل الإجراءات القانونية التي تؤكد أن موكلي في هذا المكان بدون أي سند قانوني. غير أن الجرايد ما هتصدق تكتب، القنوات الفضائية ما هتصدق مادة تلاقيها عشان تقعد تلت وتعجل فيها، وأعتقد أن محدش هيتضرر في الموضوع ده غير. طبعاً ده يؤكد أنك لازم تطلق سراحه على الفور. ماذا وإلا هضطر أقدم بلاغ للسيد النائب العام شخصياً، وهضطر مع الأسف أتهم حضرتك أنك أنت محتجزه بدون أي تهمة مثبتة إليه باعتبارها انتقام شخصي منك لي. كفورة يا باشا. وأخبار مروة إيه؟ تمام، ولا يكون عندك فكرة باشا اللي حصل ده بالملي بكرة يبقى في برنامج. مش خايف؟ احنا خلاص يا باشا مش هنخاف من حاجة بعد كده. أنا قلت محدش هيستقبلك غيري وأنت خارج. عشان تعرف يا أبو حميد إن احنا مش ممكن نسيب بريء أو مظلوم في السجن. على فكرة الواد وجيه ده واد زبالة. وأنا قدمت كل الأوراق اللي تثبت تورطه في القضية. وبعلاقاتي قدرت أعمل كل حاجة عشان أخرجك من السجن. يلا. روح هات حاجاتك عشان نطلع نخرجك من الاسم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. صباحية مباركة يا عروسة. عامله لكم جوز حمام بقى يستاهل بقكم. حمام على الصبح كده يا سيدة؟ أمال إيه، يرموا عظمهم. ما تيجي يا منى. سبقتك يا حبيبتي بالهنا والشفا. يلا يا عروسة كلي. في إيه يا عمتي مالك؟ في إيه؟ هو أنا قلت حاجة غلط؟ ده أنت وشك منور وقايمة زي القمر. الله عليك. والله أنت ست زي العسل. أحمد حبيبي ضرايا. وحشتيني يا أمي، وحشتيني. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا أبي، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كمال. أكيد أنت أحسن دلوقتي. يا مروه فين؟ جوه في اوضتها تعبانه. صاحبك خرج. احمد خرج. ما انا جاي عشان كده. مبسوط؟ المهم انت. انا مبسوطه قوي، لان مش هيبقى في اي مانع ان انا احدد ميعاد لفرح. ولا انت رجعت في كلامك؟ انت عارفه ان احمد وحشني قوي ونفسي اشوفه. هو فين؟ هو جوه مستنيك كتير. طب انا هدخل اشوفه. احمد اول اوضه على اليمين. احمد اول اوضه. احمد الواد ده بيموت فيكي. وبعدين ايه في ايه؟ هو انا شويه ولا ايه؟ لا يا اختي انت شويتين. هعمل لكم جوزين حمام. يلا شدي حيلك. ان شاء الله.
وحشتني يا نادل. انت كمان يا عادل وحشتني قوي. انا عارف ان انا كنت مقصر معاك، بس عادل اللي انت تعرفه اتغير كتير. تصدقني لو قلت لك انا كمان يا عادل اتغيرت. انا عارف كلنا اتغيرنا. هسيبك انا بقى عشان تاخد راحتك. الحمد لله على السلامه يا صاحبي. كنت هموت بسببك على فكرة. اوعي تقولي كده، لأن أنا ممكن أموت عشانك مليون مرة. أنت هتنصب عليا ولا إيه؟ أنا برضو. أنت نسيت إن أنت تاريخك كله عندي؟ عندك حق، للأسف مش هقدر أنكر. عارف أنا طول عمري يعني جامدة، وعمري ما كنت أتخيل إن أقلق على حد ولا أفكر في حد أوي كده، وخصوصاً أنت. أنا أصلاً ما كنتش بطيئة أشوف وشك. أقسم بالله وأنا عمر. بس واضح إن اللي كان موجود ده ما كانش الحقيقي. الحقيقي هو أنا إن أنت كنت في قلبي وأنا مش واخدة بالي. صدق بالله يا مروة، والله العظيم وأنا كمان. هو إيه اللي والله العظيم أنا كمان أنا كمان؟ هو أنت مفيش أي حاجة عندك تقولها؟ عارفة يا مروة؟ أنا طول عمري قلبي مقفول، ولما كان بيجي لحظة أحس إن فيها إن ممكن قلبي يتفتح لحد، كنت أنا بقفله بإيديا، عشان أنا كنت متأكد إن أي قصة حب أعيشها هتكون آخرتها فشل. تعبت نفسك على الفاضي. عندك حق، أنا فعلا غبي، غبي أوي. طب أنا عايز أسألك سؤال. أنت تأمري. حسيت امتى يعني ان انت بتحبني؟ اول ما حطيت رجلي بره السجن. يعني من ساعه واحده بس؟ لا كانت ساعه حوالي تقريبا واحده ونص كده. غلط قوي. بجد يا مروان، انا اول ما خرجت من السجن حسيت احساس عمري في حياتي ما حسيته. حسيت ان انا ما فيش حاجه في دماغي غيرك انت بس. عشان كده قررت ان انت اول واحده في الدنيا كلها اشوفها اول ما اخرج من السجن. مروه، انا بحبك قوي. وانا عشان عايزه اصدقك هصدقك يا عم. كده ابو كارما انت هتخش معايا في سكه غلط، وانا ما بحبش اللوعه. طب شوف بقى ابو كارما، انا خلاص بايع. انا كده كده متهدد من ساعه ما حطيت ايدي في ايدكم، وانا متهدد. ايش ضمني بعد ما تاخدوا مني اللي انتوا عايزينه كله؟ ما افضلش برضه متهدد. أنا عايز أفهمك أحمد. ولا أفهم ولا ما أفهمش، هو ده آخري. آخرك معايا بكرة بالليل. وفيت هوفي، ما وفيتش ما تسألنيش. ماشي يا أحمد. يعني انت في ميعاد معين مثلا لو تتكلم فيه ولا ايه؟ بقالك 10 دقايق عمال تضمني في كتافك وعمال تلعبني في ايدك وتدعكها فيه، ايه ما تتكلم عادي. اول ما نجيب سيجاره كده عشان افك واعرف اتكلم. عارف الحاجات دي بتسهل الموضوع شويه. بس كعب مفيش وف وف. مفيش هنا وف. لا ازاي طيب؟ يلا قول لي اذان صاغيه. اتفضل اتكلم. ولا انت قلقان مني يا علي؟ لا 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 لا، انت رجعت احمد صاحبي واخويا، اقلق منك ازاي بقى؟ بس يعني زي ما تقول كده انا مش عارف اقولها ازاي. قولها بطريقتنا بتاعت زمان عادل. زمان ف
فاكر زمان عدولة؟ فاكرة. أنا هتجوز كاميليا. لا يا بابا. وإيه الجديد يعني؟ وأنت عارف ولا إيه؟ أنا عايز أقولك حاجة قبل ما تكمل كلامك. أنا ومروة طلعنا شبه بعض أوي. أنا مستغرب إزاي ما كنتش واخد بالي منها. بيني وبينك أنا مش متخيل حياتي من غيرها. أنا مش متخيل أصلاً إزاي ممكن أحب واحدة غيرها. بجد. أحمد أنت بتحب مروة ولا بتهرب من كاميليا؟ إيه يا ابني التفكير العبيط اللي أنت بتتكلم فيه؟ إيه ده؟ ما تزعلش، حاجة خطرت في دماغي وقلت لازم أسألك، مش أنت أخويا يعني ولا إيه؟ عادل، أنا عمري ما حبيت كاميليا. ودي حاجة أنت عارفها كويس. ده أنت بنفسك يا أخي قلتها لي أكتر من مليون مرة. ده حقيقة. كنت كل ما أسمعها منك صراحة كنت ببقى مبسوط. بس ما كنتش مصدق. بس طلعت أنت فعلا صح. بس استنى عليا، تعالى هنا. انت ازاي قدرت تخبي الحب ده كله في قلبك يا اخي ومحدش يحس بيه؟ يا اخي ده انت جبار. عشان انت غالي عندي يا احمد. انا عندي استعداد ان اخسر اي حاجه. اهم حاجه تكون انت مبسوط، حتى لو هاجي على حساب نفسي. واحنا صغيرين واحنا بنتشاقى وانت كنت بتعمل حاجات غلط كتير كنت ببقى رافضها، بس كنت بوافق عشان ما سابكش لوحدك. حتى لما قلت لي على موضوع بلحة السفر كنت رافض، مش عايز اسافر، بحب البلد دي انا قوي، بس وافقت عشان برضه ما سابكش لوحدك. حتى لما كبرنا اشتغلنا في اللي اشتغلنا فيه كنت رافض، ما كنتش عايز امشي معاك في الطريق ده، بس برضه قلت لا. بس انت ما رضيتش ترجع في كلامك، برضه ما رضيتش اسيبك لوحدك. قلت ضايع حياتك وتضيع نفسك يا عادل. انت حياتي، انت صاحبي واخويا، اللي عشت معايا ساعه ما ابويا وامي ماتوا، فتحت لي بيتك انت صيدلي، نمتني على سريرك، جبتني اكلك ولبستني لبسك. الصداقه اللي بينا محدش فرضها عليا، انا اللي اخترتها. كنت بحب الحب ده كله علشاني انا. قلت لك انت اخويا. اخر حاجه ممكن اتخيلها ان انا اخسرك. وبعدين انا كنت متخيل ان انتوا الاثنين بتحبوا بعض. كان لازم اسكت. مش قادر اتكلم. تصدق بالله يا عادل. اقسم بالله يا اخي. اقسم بالله. انت اعز صاحب عندي. أنا عمري ما شفت صاحب أرجع منك في حياتي. بقول لك إيه؟ إيه؟ أنا بكرة هنزل أشتري فستان الفرح بتاع كاملة. إيه ده؟ هو أنت ناوي تعمل فرح ولا إيه؟ كاملة تستاهل إن أنا أعمل لها أكبر فرح في الدنيا كلها. تفتكر كاميليا هتيجي؟ صراحة أنا بحاول أقنعها، بس يعني عايزك تساعدني في الموضوع ده. ربنا يبارك لك يا عادل. ربنا يوريك أحلى أيام في حياتك. أنت هتيجي؟ طبعًا يا عم. هو ده فرحك أنت؟ لا. ده فرحي أنا يا عادل. بس في حاجة كنت عايز أقولها لك. إيه؟ احنا عاملين مينيمم بس. ربنا يخليك يا احمد. ربنا ما يبعدنا عن بعض ابدا. رايح فين؟ رايح فين؟ هسحب عمرك زي ما سحبت عمرك. هربتني منه؟ هحرمك من حياتك. قلبك عايز قلبك. يا مسكتي عملت ايه يا مسكتي 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 يا
ده فين يا درايا؟ خدت بدارك، خدت بدارك يا ابني. نام وارتاح، نام وارتاح يا درايا. الجنادي حرمته من عمره زي ما حرمني منك. مش فاهمه هو انت واخداني فين؟ عند عبد الله. عبد الله مين؟ عبد الله يا ايل. وانا جايه هنا ازور واحد كان عايز يموتني؟ جايه اطمن على واحد ودانا في 60 داهيه ودمر حياتنا؟ بيموت هيروح في 60 داهيه. استني هنا، استني يا اميره، انت جننتي ولا ايه بالظبط؟ ايتن اصل انا يعني انت ايه؟ ما تنطقي يا اميره. هو اللي كلمني ايضا وقال ان هو مش عايز يموت غير لما تسامحيه، خايف يقابل ربنا. صدقيني مش هنخسر حاجه لما نقف جنب واحد حياته بتنتهي. ما يغور ولا يولغ، انا مش طايقه اشوف وشه. حقها، حقها ما تشوفوش ولا حتى تسلم عليه، بس برضو مش هتخسر حاجه يعني لو دخلت له. شوفي يا ايتي، الراجل اللي جوه ده عزاني كتير قوي، كان سبب في موت ابويا، عزاني في حاجات كتير، رغم كده برضه انا جاي له وهخش ازوره. طب وانا ايه اللي يغصبني يعني اني اعمل حاجه زي دي؟ بصراحه مش عارفه اقول لك ايه. شوفي يا ايتن، بتهيألي انك عارفه ان احنا عملنا حاجات كتير قوي غلط، سواء انا ولا انتي ولا بابا الله يرحمه ولا حتى والدتك، بس احنا بقى ما نطلبش من حد يسامحنا لو احنا ما عندناش استعداد نسامح الناس. عشان خاطري يلا يلا. سامحك كان عايز يقول لي حاجة. لا خالص، هيقول ايه؟ ما كانش عايز يقول حاجة. لا كان عايز يقول حاجة يا أميرة. أنا حسيت. لا أبدا، الحكاية كلها بس إنه كان عايز
يعني الناس اللي هو أذاهم يسامحوه قبل ما يموت؟ لا بقى، كان في حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟ مفيش حاجه. خلاص الله يرحمه بقى. النسخة هتبقى في السوق دلوقتي. أهم حاجة المقابلة كانت بيني وبين أبو كرمة في السجن، لازم كل الناس تشوفها. هيا اتفضل. أنا متأكدة إن الحلقة دي هتحقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر. كله يا حبايبي، بعد كده مفيش حد هياكل على مزاجه، ولا هياكل وحده، ولا اسمع انه كل بره هبهدله. وانت افرد وشك اهو. كلي يا اختي، كلي يا حبيبتي عشان تربربي. الواد عادل اللي عينه بقاله مستنيك سنين، مش اما يجي ياخدك بقى يلاقيكي كده ومعدومه. انا معدومه؟ يرجعك يا بنت. يرجع مين ومعدومه ايه؟ زي الفل اهي، ده ما صدق ياخدها. هو هيلاقي زي كمال يا اختي بتفجر انوثه. يا اختي جميله وحلوه. وانت عامله ايه مع المحروس؟ مش عارفه يا عمتي والله، هو تعبان قوي، حالته زي الزفت. على فكره انا اعرف دكتور كويس ممكن يتابع حل. هي الحاله النفسيه، هو محتاج حد بس يدعمه نفسيا ويبقى كويس. طب تزوره انت؟ حاضر. والأختين الحلوين عاملين إيه؟ كويسين يا عمتي الحمد لله. وإنتي يا آيتن أخبارك إيه؟ كويسة كمان. كويسة إيه وبوزك قد كده؟ أمال فين الرجالة؟ أنا كلمت مروان ما بيردش عليا، لكنه طفش ولا حاجة. وأنا بتصل بعد ما بيردش. وأحمد كمان اختفى. وأنا مدحت كلمته تليفونه برضه مقفول. وسامح كمان. طب ده نصيبه يكونوا ملمومين على بعض وبيعملوا نصيبة. وصل لك جواب شركه الشحن؟ اه. وعملتي ايه؟ الطبيعي جاهز الحمد لله. على فكره بقى انا مش عاجبني الديزاين خالص. لا لا المنى عندها حق، بصراحه التصميم ده وحش جدا، وبعدين متاكده ان الموديل ده مسروق. مسروق؟ لا يا فندم، على فكره ما ينفعش، انا متفقه بقالي اكتر من شهرين. على فكره الشركه مش هتتعامل معاك تاني. اوكي اقول لكم ايه، انا خدت ابروفل من اهم محلات في باريس وهيعرضوا الديزاينز بتاعتنا. برافو. ماشي والله. طب يا جماعه انا عندي خبر ليكوا حلو قوي. ايه؟ انا حامل. لا لا يا روحي. مبروك مبروك يا ابني. بوسه. الف الف مبروك يا حبيبتي. ربك يسخننا. طب يلا عشان سيده قاعده. يلا بينا. يلا يا جماعه نجلاء حامل. مبروك يا نجلاء. شكرا شكرا. مبروك يا عريس. عندنا اجتماع مهم. ربنا يستر. بص دوس على ايه؟ سامعينك سامعينك. قول قول.
عندنا اهم صفقه السنه دي للشركه. ايه هي؟ ايه هي بقى ان شاء الله؟ صفقة المايوهات الصيف. على اساس يعني ان في مايوهات شتاء ومايوهات صيف. انا عايزه البنات السنه دي على الشط تطلع لك كده. نجلاء حامل. اه والله انا سمعت. وانا ايه؟ انت مش حامل؟ اه يا عم منين؟ ما قلتليش ليه ده؟ ماشي انا هتبقي حامل ان شاء الله. الموضوع موضوع وقت بس. ايه اللي جاب صورة بابا هنا؟